طموح واحد دفعنا وثقة واحدة قواتنا في مسار واحد مشينا وصلنا جميع لخط البداية من بعد ثقة الملكية بداية العمل العمل على أوراش كبرى وإدراكا منها لحجم التحديات تقدم الحكومة أمام أنظار مجلسكم الموقع مشروعا موحدا للتحول الاجتماعي والاقتصادي بداية مسار جديد مسار تنمية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية دولة تكافؤ الفرص وحماية المواطن اليوم كنكشفوا جزء من تاريخ المغرب المغاربة تاقوا فينا والتاريخ غادي يعقل علينا إذن أنتم حزب كبير هناك ناس مسؤولين ناس اللي كيبغوا الوطن ديالهم احنا مستعدين إن شاء الله باش ناخدوا القطاع ديال هذه المرحلة ونقودوه في أحسن الظروف ونخليه إن شاء الله أنه النجاح ديالكم هو كذلك النجاح ديال بلادنا والنجاح ديال الأحزاب الأخرى إن شاء الله. من بعد سنة صفحات جديدة بدات كتحمل الحصيلة الوطنية وإنجازاتنا المحلية بفضل الدينامية اللي خلقنا. تجمع الوطني الأحرار كان وراء نجاح مناضلي وكل مناضل كان وراء نجاح تجمع الوطني الأحرار وهالتلاحم متواصل باش الأحرار يحقوا شنو كيطمح ليه كل مغربي.